السلام عليكم تعالوا نسوي تبسي باللحم المفروم باسهل طريقه ومقادير من وصفات ضحى العراق اذا هي اول مره تابعوني دوسوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهله والسريعه واكيد جدا لذيذه نبدا بسم الله المقادير عندي راح اكتبها لكم بالتفاصيل اسفل الفيديو راح اصف طبقه من البوتيتا طبعا قليتها على الوجهين تكون مستويه تمام المقادير كمياتها اكيد حسب رغبتكم وحسب حجم العائله راح اضيف طبقة ثانية من الفلفل الاخضر الفلفل الاخضر ما اقليه هواية فقط اخليه بالزيت الحار واقلبه واستخرجه راح اكمل اصف الطبقة الثانية احاول ارتبها حتى تتوزع هنا راح اضيف حلقات من الطماطم تفسير اللحم المفروم وصفة سهلة وسريعة وأكيد مكوناتها بسيطة طبعا تقدرون تجربون هاي الوصفة كوجبة للعشاء وهنا راح أسويها وجبة للغداء أيضا أقدم وياها التمن أو الرز البسمتي راح أضيف طبقة من اللحم المفروم ويا مصل ناعم طبعا خليت المواد كلها تكون مستوية حتى لا يطول عليكم الفيديو ربع كيلو من اللحم المفروم ينحمس على النار ويا ايضا بصلة صغيرة تكون مقطعة مفرومة ناعم يتقلب الى ان يتغير لونه ويضاف للملح بنات هنا لا تكثرون البهارات لان راح نسوي صلصة اكيد تحتوي على البهارات والنكهات المختلفة وايضا اذا كثرت البهارات راح يتغير طعم اللحم ويصير مجرد طعم البهارات يضغي على الوصفة راح اضيف شرائح من البتنجان المقلية بهذا الشكل ممكن نسويها ايضا حلقات وراح أو اوزعها على وجه القالب بهذا الشكل ممكن تسووها طبقتين اكيد حسب رغبتكم هاي المقدار الوجبه لشخصين فقط تقدرون تضاعفون الكميات اكيد حسب العدد اللي تردون تسوون الوجبه صارت عندي جاهزه راح اخليها على جهه وابدا احضر الصلصه مكوناتها بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو لهذا الفيديو والكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي تقدرون تحصلون على الوصفة مكتوبة أسفل كل فيديو راح أضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم راح أضيف عليها نصف كوب من المي عادي ممكن ماي بحرارة الغرفة وراح اضيف عليها ملعقة صغيرة من الملح وايضا راح اضيف ملعقة كوب تقريبا من السبع بهارات هي بهارات مشكلة ومخلوطة وراح تنطيني النكهات اللي اريدها ايضا راح اضيف بابريكا بابريكا حلوة ورشة من الفلفل الأسود اخر اضافة عندي هي اضافة دبس الرمان تقريبا ملعقتين كبيرة وهنا راح اخلط المكونات كل جزين حتى تتجانس عندي خليها كل زين او راح اضيفها على القالب التبسي احاول اضيفها واوزعها حتى تتداخل بكل المكونات وتتوزع بصوره صحيحه تبسي باللحم المفروم وصفه سهله وسريعه واكيد نقدر نستخدمها لاكثر من وجبه ممكن نسويها للغداء ونقدم وياها رز او ايضا ممكن للعشاء تكون تقدم وحدها صارت عندي القالب جاهز راح ادخله للفرن احاول احركه بكل الاتجاهات حتى تتوزع الصلصه بالتساوي راح ادخله على فرن حار من الاسفل تقريبا نصف ساعه احاول اقلل الحراره الى ان يتساوى عندي وهنا بعد ما صار جاهز شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله راح ازينه بكرفس مفروم وصارت وصفتنا جاهزة إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تخلونا لايك وتشتركون بالقناة وتشاركونا هالفيديو الحلو يا أهلكم وصديقاتكم حتى نسوي أطيب وأسهل الوصفات من قناتي وصفات ضحى العراق وأهلا وسهلا بكم وسهمكم العافية